شنو اليوم عملك اللي تريد تعمله كبسام رؤوف وتخدم الرياضه كمدرب كمحلل كمستشار كخبير؟ البعض هم يسال كابتن بالفعل حتى نشوف شنو اليوم عندنا كفاءات بسام رؤوف وغيره، لكن البعض يسال اليوم كابتن بسام شو يريد؟ يريد يدرب، يريد يعمل محلل، يريد يعمل بالمنتخبات، يريد يكون مساعد مستشار، شنو عمل بسام رؤوف اللي يقول يابا انا ترى هذا عملي وقادر اعمل به؟ نعم استاذ نبيل، انا تعلمت حقيقه شيء، انا تعلمت شيء مميز حقيقه من الدكتور حسن الحسناوي مستشار وزير الشباب والرياضه. تحياتنا له. تحياتي له، شخص كفو ومحترم جدا وصاحب حقيقه مبادئ وقيم. تعلمت كلام من عنده حقيقه وبقى في ذهني. الانسان اللي يريد يخدم وهو بالبيت يستطيع ان يخدم بلده. صح. حتى لو، ولذلك انا من الناس اللي حقيقه اقنع باي خدمه ولو جزئيه ولو بسيطه تقدم الى رياضتي الحبيبه خاصه كره القدم. لذلك انا من النوع اللي يطلعون الى مناصب وزير او وكيل او مستشار او غيره. هنالك ربما انا حتى مؤهلاتي تساعدني بان اكون في مع المنتخبات الوطنيه منذ سنوات، ربما من اكثر من 10 سنوات 12 سنه انا عندي ادفانس ليفل 1 الاوروبيه اللي لحد الان ولا مدرب عراقي حقيقه الا بالفتره الاخيره حصلوا عليها، خاصه اللي ولاده السويد من اصول عراقيه واجتهدوا وثابروا خلال السنوات. لذلك انا كان ممكن اكون مع المنتخبات الوطنيه منذ سنوات، لكن عندما استعانوا بي لاداره الدورات الاسيويه انا كنت متواجد وقبلت بالمهمه رغم الجهد الكبير، لكني ما استغليت الموقع اللي انا بيه، عكس الكثير من الاسماء اللي استغلت الموقع اللي هي بيه، سواء كانت على مستوى اداره منتخبات او مدربي منتخبات وطنيه. واليوم انا اعتقد بانه انا كنت حقيقه ساذج بشكل كبير لاني لا هذا واقع حال، لاني حاولت ان اغلب المصلحه الوطنيه على مصلحتي الخاصه، بعكس الشخوص اللي موجودين حاليا اللي غلبوا مصلحتهم الشخصيه على مصلحه الوطن، لذلك هم الان يتصدون ويتصدرون المشهد الرياضي ولديهم المكانه الاجتماعيه والكل ينحني لهم لمواقعهم او لمراكزهم. انا لست من الناس اللي يبحث عن المناصب ولا يبحث عن الـ عن الـ عن الوجاهه، انا كل ما هنالك احاول قدر الامكان ان اكون شخص بسيط يساهم في نجاح رياضة العراق من أجل سمعة العراق واسم العراق، وأنا أساعد رياضيين كثيرين، هنالك اتصالات كثيرة تجيني وربما حتى من محللين شباب وغيرهم وغيرهم، أحاول أن أضعهم على على على, على الاتجاه الصحيح أو البوصلة الصحيحة، وأتناقش أيضا مع مقدمي برامج رياضية في كثير من الأمور. كل ما هنالك هو حب للرياضة وحب لبلدي، لذلك أنا أحاول قدر الإمكان أن أكون متواجد حتى لو غبت. يعني بما أنه تتحدث بهاي الحرية